بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعودة إلى شرح المحاضرات في Principles of Organic Chemistry. اليوم إن شاء الله اللي هي المحاضرة السادسة، لنكمل ما بدأنا به اللي هو Types of Reaction. طبعا اخذنا في المحاضره اللي فاتت اللي هو Substitution Reaction واخذنا امثله. اليوم ان شاء الله هنتكلم عن Addition Reaction. طبعا كلمه Addition اضافه، تمام؟ What we mean by Addition Reaction اللي هي Increasing the number of atoms or groups، اللي هي زياده عدد الذرات أو المجموعات. كمان مرة، increasing the number of atoms or in groups and the molecule become saturated. يعني عشان يكون في عندي إضافة لابد أن يكون في عندي إيش؟ double bond، لازم يكون عندي double bond أو triple bond. إيه، هنشتغل فقط على double bond ونشوف ماذا يحدث. إذا addition reaction، addition will not be occur، لا يمكن حدوث الaddition إلا في حالة وجود رابطة إيه؟ ثنائية أو double bond كما تسمى. إذا addition reaction اللي هي زيادة في عدد الذرات أو المجموعات والمركب يصبح اللي هو saturated. الآن هنأخذ مثال بسيط جدا. مثلا CH2 زائد مثلا كلورين زائد كلور، مثلا زائد كلورين. طبعا هنا في الاديشن نبسط اكثر شويه CH. طبعا وين بدنا نشتغل؟ بدنا نشتغل على الدبل بوند اللي هي between two carbon atoms. إذا first of all breaking the double bond then إضافة اللي هي إيش؟ الكلوري. فيصبح مركبي CH2 Cl Cl. كما نلاحظ أن المركب أصبح more saturated، يعني صار more saturated يعني أكثر تشبع. ممكن حتى لا نخطئ، ممكن مركبي نعمله structure الفرمولة C C C Cl Cl. إذا أصبح عندنا إنه هو المركب more saturated، تمام؟ كيف ممكن نسمي هذا المركب؟ يلا مثلا 1 2 بنقول 1 2 داي كلورو إيثان، 1 2 داي كلورو إيثان، تمام. ممكن نأخذ مثال آخر CH2 plus Br2، دير بالكم هذا التفاعل مهم جدا. طبعا في هذه الحالة طبعا كلكم عارفين البروم دارك براون. خلينا نشوف ايش بيعطي في الاول CH2 Br Br او CC Br Br، 1 2 داي برومو ايثان. هذا التفاعل مهم جدا جدا. هذا التفاعل بواسطه هذا التفاعل ممكن احنا نميز، خذوا بالكم من هذه النقطة، بين المركبات المشبعة والمركبات الغير مشبعة. كيف؟ كيف؟ وهذا التفاعل يقيس درجة اللي هو ايه؟ التشبع. لنفترض أنا عندي الكان، لنفترض أن عندي الكان وعندي الكين،
كيف أنا ممكن أميز بيناتهم؟ How you can distinguish between الكان بصفة عامة والكين، بغض النظر أعطاك مركب من الكان وبغض النظر أنه أعطاك مركب من الكين، كيف ممكن نميز؟ نضيف اللي هو البرومين، نضيف البرومين. إذا تابعوا بقي اللون كما هو دارك براون معناته الكان، إذا صار كلرلس عفوا عديم اللون يكون عندي الكين. إذا البروم أعيد يمكن أن يستخدم البروم للتمييز بين الألكانات والألكينات. إذا how you can distinguish between alkan and alkene we can use ممكن نستخدم اللي هو إيه كاشف اللي هو البروم، وبالتالي لما نضيف على أحدهما أو كلاهما، طبعا افرض أنا عندي two test tubes واحدة فيها آن واحدة فيها آن واحدة فيها إيم، تمام؟ نضيف البرومين، نضيف البرومين. في هذه الحالة لما نضيف البرومين هنا طبعا لا يحدث شيء، يبقى اللون البروم ذاك براون، بينما هنا يزول اللون اللي هو بصير كلرلس، تمام. ممكن ناخذ مثال آخر إضافة إيش؟ الهيدروجين، يمكن نضيف الهيدروجين. في هذه الحالة عند ضفة الهيدروجين ما هو الناتج المتوقع؟ What is the product you expect؟ إضافة الهيدروجين، إضافة الهيدروجين ما هو المركب اللي أنت ممكن تتوقعه؟ خلينا نشوف المعادلة مع بعض. C double bond C plus H2 اكسر رابطة ثم أضف ذرتي الهيدروجين فبيصبح مركبي بهذا الشكل. إذا بيصبح الكان، إضافة الهيدروجين بتعطينا إيش؟ الكان. هذا كل ما يتعلق في عملية الأديشن رياكشن. ظل عندنا تفاعل مهم جدا جدا. هذا التفاعل لو أجينا للألكينات مع المي in the presence of H2SO4 concentrated يعني مركز، إيش ممكن نحن نسمي هذا التفاعل؟ إيش ممكن نسمي هذا التفاعل؟ ماذا يطلق على هذا التفاعل؟ يطلق على هذا التفاعل hydration. Hydration إباهة اللي هي إضافة الماء. نشوف إيش الناتج، ماذا ينتج؟ نفصل أكثر بهذا الشكل. إيثيلين أو إيثين بلس H O H الماء H O H H هنا و O H هنا، ماذا يصبح مركبي؟ يصبح مركبي كالتالي C C C C O H. إيش بنسمي هذا المركب؟ إيش بنسميه؟ في O H all ethanol ethanol. إذا the hydration of alkenes the hydration of alkenes ايش ممكن يعطينا؟ يعطينا اللي هو ايش؟ ايثانول. ايثانول يعطي كحله. هذه العمليه بسموها hydration. عكسها لو شلنا الميه من الكحلات، لو شلنا العكس بتصير عمليه dehydration. dehydration. طب ناخذ مثال اخر للdehydration اللي هي hydration عفوا. نشوف مثال آخر، نشوف مثال آخر، نشوف مع بعض. هذا المركب إيش اسمه يا شباب؟ إيش بنسميه هذا؟ أيوة مع بعض، سايكلو
هيكسين، سايكلو هيكسين زائد زائد اتش او اتش in the presence of H3PO4. طبعا حمض اللي هو الفوسفوليك من الحموض القوية جدا. نفس الشيء اكسر الرابطة وضيف ال H وال OH فبيصبح مركبي بهذا الشكل سايكلو هيكسانول. سايكلو هيكسانول للتوضيح أكثر عشان درجة التشبع طبعا هنا هذا الشكل هذا الشكل هذا الشكل أي أو اتش هاي اتش 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 ايش بنسميه؟ سايكلو هيكسانول. كل قواعد الإضافة واحد، كل قواعد الإضافة واحد، جميع قواعد الإضافة واحد. تمام. ممكن نضيف للرابطة الثلاثية كمان مثال، ناخذ مثال آخر للرابطة الثلاثية تريبل بوند مثلا. على سبيل المثال ناخذ مثال إضافة الهيدروجين H C C H بلس هيدروجين in the presence of هيدروجين. تمام؟ الهيدروجين طبعا H H كسر رابطة فبيصبح مركبي عشان لا أخطر C C. تمام؟ هاي H هاي H هاي H هاي H ضفنا إلى الرابطة الثلاثية. ممكن كمان مثال آخر H C C H ممكن نضيف BR2 ممكن نضيف BR2 فبيصبح مركبي بهذا الشكل BR BR H H. تمام؟ هذه اللي هي قواعد الإضافة. تمام. في عندنا مثال في الكتاب جميل جدا، نشوف كيف ممكن نضيف لي مثلا الكيتونات، لأنه الكيتونات فيها رابطة ثنائية، نشوف كيف بتتم الإضافة. مثلا عندنا الأسيتون CH3 C double bond O عفوا C CH3 CH3 مثلا بدنا نضيف اللي هو HCN، بدنا نضيف HCN في وسط قلوي NaOH وسط قلوي. طبعا طبعا هنا بدنا نكسر الرابطة طبعا ال H مع O وال CN مع اللي هي C فبيصبح مركبي بهذا الشكل C. تمام CH3 تبقى كما هي CH3 تبقى كما هي وهنا OH C. إذا هذا كل ما يتعلق بتفاعلات الإضافة. تمام ننتقل. إذا أعيد كمان مرة قبل الانتقال addition reactions تفاعلات الإضافة. تفاعلات الإضافة اللي هي تفاعلات تتم من خلال الرابطة الثنائية أو الرابطة الثلاثية بكسر الرابطة ومن ثم يصبح مركب أكثر تشبعاً. إذا increasing the number of atoms or groups and the compound or the molecule becomes a more saturated. The molecule become more saturated. خدنا examples كثيرة جداً مثل أمثلة الكتاب أو من برا الكتاب وهي أمثلة كلها بسيطة جداً جداً. ننتقل إلى جزئية أخرى اللي هو elimination reaction. What we mean by elimination reaction؟ ماذا نقصد بالelimination reaction؟ elimination الحذف أو نزع. elimination reaction طبعا الكتاب طبعا نزلت لكم إياه، نزلت لكم إياه على الموديل وإن شاء الله اليوم حنزله كمان على الصفحة ونزلته على قناة اليوتيوب
وحبعث لكم اياه كمان على الواتس باذن الله تعالى. Elimination reaction تمام؟ Elimination reaction Elimination reaction تفاعلات اللي هي الحذف او النزل. هنا بدنا نحذف بسهل. هناك عملنا addition. لاحظوا هناك عملنا addition. ماذا حدث للجزيء؟ دقق. You can compare. ممكن تقارن. هنا elimination. ماذا يحدث؟ طبعا شوف التعريف بسيط جدا وسهل. Reaction involves and ايش بدي يصير؟ Elimination decreasing. Decrease. What we mean by decrease? عكس increase. تمام؟ هنا زيادة، هذا نقصان. Of atoms or group attached to the carbon. The degree of unsaturated increasing. يعني درجة حذف التشبع بتزيد. إذا أعيد. شوف الإليمينيشن عكس الأديشن. الأديشن زيادة. الإليمينيشن نقصان. وبالتالي لما أعمل أنا إليمينيشن ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ يحدث إنه بدنا نحط رابطة ثنائية أو ثلاثية. تمام؟ حسب طبيعة التفاعل. إذا الأمور واضحة. I will repeat again. What we mean by elimination reaction. By elimination reactions اللي هي an elimination reaction involves a decrease in the number of atoms or groups attached to the carbon. The degree of unsaturation will be increased. تمام. أعيدها كمان مرة للي فاتوا الانتباه. Elimination أو الحذف أو النزع هي عملية نزع ضرب أو أتوم أو 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 مولكول أو وبالتالي إيش بصير؟ بصير نقصان. لما يصير نقصان بدنا نحط بدل اللي هي الضربة اللي شلناها نعوض برابطة ثنائية. إذا درجة اللي هي عدم التشبع تزداد. خلينا نشوف مثال بسيط جدا. مثلا على سبيل المثال سي سي تمام او اتش اتش ايه رايكم؟ هذا الكحول ايثانول. الان انا بدي احذف اتش او اتش اللي هو مولكول اوف ووتر. I will be I want to eliminate a molecule of water. طبعا في وسط حامضي ممكن استخدم انا H2SO4 concentrated برضو مركز. ماذا يحدث؟ شوف ماذا يحدث في الإليمينيشن. انا قلت بدي احذف جزيء ماي. اي ذرة، خذوا بالكم هنا الخطأ الذي يقع فيه الطلاب. اي ذرة تحذف بدي اعوض بدالها. ليش بعوض بدالها؟ ابرابط. طبعا ممكن الطالب يحل بهذا الشكل يقول لك خلاص انا عملت elimination وهيك وهيك لكن انت عندك قاعده، انت عندك قاعده انه انا قلت لكم انه كربوننا لازم يكون اربعه، لازم يكون اربعه. وبالتالي درجه عدم التشبع تزداد. درجة عدم التشبع تزداد. ممكن أنا أطلع بقاعدة. الكحولات مالها؟ لما أعمل إليمينيشن لجزيء ما تصبح ألكين. هذه العملية بسموها ديهايدريشن. أخذنا في التفاعل اللي قبل اللي هو في الأديشن رياكشن قلنا هايدريشن. هذا ديهايدريشن عكسها نزع. إذا هذا التفاعل نزل، فبتصبح درجة التشبع تزداد. كويس؟ إذا ممكن أنا أطلع بقاعدة إنه الأول بتصير إين. متى؟ متى الأول بتصير إين؟ في حالة أنا منزع اللي هو مولكول أوف ووتر. وهذا التفاعل بسموه لو أنا بدي أسميه دي هايدريشن. دي هايدريشن يعني نزل الماء. ناخذ مثال آخر. مثلا
سي بروم اتش في وجود وسط قلوي انيو اتش وسط قلوي. ماذا يحدث في هذه الحاله؟ نشوف. انا بدي انسى وبدي اسالكم التفاعل. بدي اسالكم التفاعل الان ايه بتروح مع الفي ار. حط هنا ان اي في ار والاو اتش مع الاتش. يلا بتصير اتش تو او. ماذا يتبقى لدي؟ يتبقى لدي التالي. لاحظوا ماذا فعلت هنا؟ كان رابطة وحدية ثم أصبحت ثنائية. لأن أنا عملت إيه؟ عملت إيش؟ حذف. وبالتالي درجة عدم التشبع اللي هي إيه؟ تزداد. تمام؟ هذا اللي هو كل ما يتعلق بالإليمينيشن. أعيد كمان مرة. What we mean by elimination reactions. Elimination reactions اللي هي عبارة عن a decrease in the number of atoms or groups attached to the carbon, the degree of unsaturation increase. اللي هي حذف ذرة أو جزيء من المركب وبالتالي يحدث نقصان للذرة. يحدث نقصان. وماذا يحدث أو ماذا يترتب عليها؟ إنه درجة اللي هي عدم التشبع تزداد. والأمثلة كثيرة جدا. مثلا على سبيل المثال أخذنا كحول إيثانول مثلا حذفنا منه المية ويصبح إيثين. هذا التفاعل بنسميه ديهايدريشن. أخذنا برضو اللي هو برومو إيثان أو بروميد الإيثايل بالكومون نيم بروميد الإيثايل أو برومو إيثان. تمام؟ مع الإنو اتش فصلنا كيف التفاعل. أنت حط على السهم، أنت اطرح لي من هنا ناقص اتش بي ار، وريح حالك، ناقص اتش بي ار وبدخل اللي هو ايش؟ القلوي. طبعا الان اي مع البي ار بتروح والاو اتش مع الاو اتش بعطينا اللي هي جزئية ما. هذا كل ما يتعلق ب اللي هو الاليمينيشن رياكشن. اخر واحد اللي هو بوليمرايزيشن رياكشن، وهو موضوع طويل جدا لكن احنا هناخذ أمثلة على كل نوع اللي هي البوليمرايزيشن. بوليمرايزيشن رياكشن، ماذا نقصد ببوليمرايزيشن رياكشن؟ ايش بوليمر؟ كثير نسمع بهذه الكلمة بوليمرز اللي هي بوليمرايزيشن رياكشن. بوليمرايزيشن رياكشن، تمام. العملية مش صعبة في البوليمرايزيشن. في عندنا في البوليمرايزيشن حاجة اسمها مونومر جزيء. هذا الجزيء يصبح حديد. إذا البوليمرة هي تعدد الجزيء الواحد إلى أكثر من جزيء، يصل إلى آلاف. عفوا. إذا بوليمرايزيشن، ركزوا معي في التعريف. Is the combination of many small molecules. Combination of many small molecules. اتحاد. جزيئات صغيرة عديدة. يعني جزيء واحد صغير بتعدد. ماله؟ To form large molecule. Polymers. يعني مونيمر بصير بوليمر. مونيمر بصير بوليمر. يعني جزيء واحد يصبح عديد. إذن عيد ثاني. يعني جزيء واحد يتكرر ويتعدد. إذن what we mean by polymerization reaction. وفي عنا فكرة البوليمرات كثيرة في الطبيعة، زي مثلا النشا، ماشي، البروتينات مثلا، كويس، النايلون، الداكروم، إلى آخره. في أشياء كثيرة جدا هذه يسموها عديد. إذا بوليمرايزيشن رياكشنز
اللي هي جزيء يتكرر الى ان يصبح عديد الجزيء، بسموه جزيء مونيمر حتى يصبح اللي هي ايش؟ مونيمر. تمام. مثلا في عندنا اكثر من نوع من البوليمرايزيشن، هنقتصر على نوعين اثنين اللي هو الاديشن بوليمرايزيشن. اديشن بوليمرايزيشن. ايش اديشن؟ اللي هي البرمره بالاضافه. برمره بايش؟ بالاضافه. اذا برمره بالاضافه. على سبيل المثال مثلا لو اخذنا ان عدد غير محدود، مثلا خدنا CH2 هذا الإيثيلين. طبعا في وجود كاتاليست، ايش كاتاليست؟ يعني عامل حفاز. طبعا ممكن استخدم عوامل حفازة كثيرة جدا، كويس. فيصبح كالتالي، ركزوا معي، فيصبح C H2 إلى آخره N، يصبح عديد. إذا هذا جزيء مونيمر، هاي أصبح مونيمر، أنا أصبح بولي. طبعا بتواصل ها إلى هذا المركب يسموه بولي إيثرين. شفتوا الجرانات تبعت المية هذول الصفر والجران الأبيض، هذه اللي هي بسموها البولي إيثيلين، بسموها البولي إيثيلين. أيضا في مركبات كثيرة جدا، لكن نقتصر على مثال واحد اللي هو زي البولي إيثيلين. هذه بسموها أديشن بوليمرايزيشن. أديشن بوليمرايزيشن. طبعا الموضوع هذا موجود في صفحة 1092، وإن شاء الله الكتاب لما يكون معكم هتكون الأمور أوضح وأكثر بإذن الله تعالى. تمام. النوع الآخر من البوليمرايزيشن بسموه كوندنسيشن بوليمرايزيشن. كوندنسيشن بوليمرايزيشن. What we mean by condensation polymerization؟ اللي هي التكاثف، اللي هي البلمرة عن طريق التكاثف. طيب إيش هي التكاثف؟ التكاثف سهلة جدا. طبعا في هذه الحالة لما عندنا مثلا dihydric alcohol react with dicarboxylic acid، هنشوف dicarboxylic acid. dicarboxylic acid مثلا C double bond O H O C double bond O H. طبعا هذا حمض كربوكسيلي، بس داي كربوكسيليك اسيد وهو من الكحول، عفوا من حمض الكربوكسيليل الاروماتيه. هذا المركب اسمه تيرفتاليك اسيد. لما يتفاعل مع داي كحول في 2 او اتش مين؟ يلا شاطرين انتم، خدناه قبل هيك في اول محاضره او ثاني محاضره لا اذكر، مثلا CH2 H O O H. فاكرينه هذا اللي هو إيثيلين جليكول، اسمه إيثيلين جليكول. الآن في هذه الحالة ال OH مع الآن نفس الشيء ال OH مع ال H، وهكذا ليكون عندي جزيئات. إذا هنا طرحنا اللي هي المرة، فيصبح مركبي بهذا الشكل، مركبي سي دبل بوند، لاحظوا تمام سي دبل، كمل الجزئية. طبعا هنا او سي اتش 2 سي اتش 2 او وهنا اتش وبكمل تمام، وهنا نفس الشيء اللي هي سي اتش 2 او وهنا عندنا CH2OH. طبعا هذا اللي هو الجزيء المتبلور. احنا اخذنا جزئيه فقط
من اللي هي البلمره. في كل مره ايش ننزع؟ ننزع مي. اذا الكوندنسيشن بوليمرايزيشن كويس، تو مولكولز كومباين باي سبليتنج اور اليمينيتنج سمول مولكول، يعني اثنين مولكول بيشاركوا مع بعض عن طريق اللي هو قسمهم كويس، او بيشاركوا مع بعض من اجل الحصول على مولكول واحد. هذا اهم مثال في الامور. في عندك في الكوندنسيشن بوليمرايزيشن، في عندنا طبعا الجدول اللي هو في الصفحه الاخرى، طبعا فقط للاطلاع وليس للحفظ. طبعا هذا كل ما يتعلق بالبوليمرايزيشن وكل ما يتعلق بالبروسيس. خلينا نجمل التفاعلات، خلينا نجملهم. طبعا مر علينا ثلاث انواع تايبس اوف رياكشن، اللي هو اخذنا اول واحد السبستيتيوشن رياكشن، طبعا اخذنا اللي هو اول شغله اللي هو السبستيتيوشن، ان هو لاحظ السبستيتيوشن، اخذنا امثله عليها كثيره جدا. يعني اذكركم يعني في السبستيتيوشن رياكشن مثلا CH4 زائد CL2 بديني CH3Cl+HCl. اخذنا اللي هو الاديشن، الاديشن رياكشن، فور اكزامبل اديشن رياكشن هذا الشكل، عندنا بلس اتش 2 فبيصبح عندنا بالنسبه للاستذكار فقط سي سي سي. عندنا اخر شيء اللي هو درسناه اللي هو ايه؟ الكوندنسيشن رياكشنز، فور اكزامبل CH2 طبعا ان طبعا توجد كاتاليست بديني CH2 طبعا ان عديد. هذا كله عفوا، هذه البوليمرايزيشن هي نوعين، بوليمرايزيشن نوعين، في عندنا اللي هي الكوندنسيشن وفي النوع الثاني اللي هو ايش؟ الاديشن. تمام، هذا كل ما يتعلق في موضوعنا اليوم، وان شاء الله الامور تكون طيبه، والى لقاء اخر في محاضره قادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.